لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. ضوء في آخر النفق. كان عبد السلام البلامي رب أسرة نموذجي. الرجل الذي يشاع أنه اقترب من سن التقاعد يعمل مدرسا في مدرسة ابتدائية. كان رجلا هادئ الطبع حسن الأخلاق، يجمع زملاؤه في العمل على ذلك. كان محبوبا لدى تلاميذه ويحظى بتقدير جيرانه في الحي. تلك هي الصورة التي كونها الناس عن عبد السلام البلامي. الرجل ينحدر من قرية تقع في إقليم شفشاون، وهو ابن أسرة فلاحة تمكن من الانخراط في سلك التعليم في أواسط ستينيات القرن الماضي. تزوج ابنة عمه التي أنجبت له 3 بنات وولدين. وقد كان السي عبد السلام يحرص على أن يربي أبناءه تربية حسنة. كان يخشى أن يقال يوما ما إن المدرس لم يوفق في تربية أبنائه. شيء واحد كان يثير الانتباه وبعض الفضول في سلوك السي عبد السلام. كل مساء بعد أن يغادر المدرسة يلتحق ببيته، حيث يتخلص من محفظته الجلدية التي تحكي عدد السنين التي أمضاها في التعليم، ثم يغادر. فضوليون يرتادون مقهى مقابل لموقف الحافلات صاروا يعلمون أن السي عبد السلام البلامي مدرس العربية في مدرسة الحي يصل إلى موقف الحافلات في الساعة كذا. لا أحد، ربما لا أحد يعلم أين يمضي السي عبد السلام في تلك الأوقات. مرة صادفه أحدهم في مقهى بشارع باستور برفقة رجال آخرين يرتدون مثله بذلات أنيقة وربطات عنق. حين يعود إلى الحي يكون كل ذي فضول قد آوى إلى بيته، خاصة في فصل الشتاء. صبح اليوم التالي يكون في الموعد لا يخطئه، حليق الذقن، أنيق الملبس، يحمل في يده حقيبته تلك التي لم يتخلى عنها رغم كل تلك السنين. في مساء من مساءات ربيع العام 98 900 وألف، كان السي عبد السلام يمر بشارع المكسيك. كانت الساعة تقترب من 10 ليلا، برفقته صديق له ومعهما امرأتان. لم يكن السي عبد السلام يتوقع أن يصادف في تلك اللحظة وفي ذلك المكان أحدا من سكان الحي، ولذلك كان أقل تحفظا في كلامه وفي مشيته. ثم حدث الذي لم يكن يتوقعه. في اتجاهه يقبل الحاج أحمد الصيداني جاره. كانت التي تمشي إلى جانبه تمسك بذراعه. لما اقترب تفادى السي عبد السلام النظر إليه. هو يعلم أن منظره لم يكن ليروق الحاج، وأكثر من ذلك يتنافى مع الاحترام المتبادل بين الجارين منذ ما يزيد على 15 عاما. في اليوم التالي أصبح المدرس متوجسا يقرأ في العيون، ومع أنه لم يرصد شيئا مما يخشاه فإنه كان يعتقد أن لقاءه المباشر مع الحاج أحمد الصيداني وحده سيؤكد له ما إذا كان الرجل قد كشف للناس الذي رأى. لما عاد إلى البيت في منتصف النهار صادف الحاج الصيداني، تبادل التحية. لم يحدث له الرجل ذكرا عن الليلة التي مضت. هل لأنه لم يتعرف عليه، أم لأنه لا يريد الخوض في أمر لا يعنيه مباشرة؟ يومها أحس السي عبد السلام بأن شيئا ما يجب أن يتغير في حياته. كان الرجل مدمن خمر، ومع الخمر من حين لآخر يشتري خدمات واحدة من تلك الفتيات اللواتي ترتدن الحانات. لا أحد يعلم، كان يردد في قرارة نفسه، وبين الفينة والأخرى كان يذكر نفسه بأن أمره سيفتضح ذات يوم. مرت عدة أيام، لاحظ أن زملائه في العمل يتهامسون ويتغامزون كلما مر بجانبهم. حاول في البداية أن يتجاهلهم وأن لا يمنحهم ما قد يزيد من استفزازهم. أيقن الرجل أن لا شيء بقي كما كان. صار منزله ملاذه الوحيد. زوجته لا تقيم علاقات كثيرة مع جاراتها، وفي الآن نفسه لم يتوقف عن عادة ارتياد الحانة كل مساء. كان الأبناء يكبرون، ومع تقدمهم في الدراسة كان السي عبد السلام يحس بثقل المسؤولية، وأكثر منها ثقل المصاريف التي يتطلبها ذلك.
ثم بدأ يحس بأن أجرته لا تكفي للاستجابة لاحتياجات الأسرة. في إحدى تلك الجلسات الخمرية المسائية أسر لصديق قديم بما يعانيه، ضحك وقال له: الحل سهل، أن تخصص قسطا ولو صغير من أجرتك لليانصيب. أضاف الصديق واسمه الحبيب المسار أن عددا ممن يعرفهم تمكنوا بتلك الوسيلة من تحقيق مداخيل إضافية، وحتى لا يسبح به بعيدا في بحر الأحلام فقد عدل من لهجته وأضاف: لا يجب الانغماس. كان سي عبسلام يحس يوما بعد يوم بعجزه على مواكبة المصاريف المتزايدة، وصار ينزع إلى إغراءات اليانصيب وكل الألعاب التي في حكمها. سيرى هو الرجل الذي طالما أعطى القدوة في الاستقامة كيف أن المبادئ تنهار أحيانا بسرعة. سيظل يذكر يوم تمكن من ربح 1500 درهم، ثم صار يستدين ليكمل جريه وراء الثروة الموعودة، ودخلت قاموسه عبارات ومصطلحات جديدة. لما صار يقترض مبالغ مهمة كان يجبر على توقيع شيكات على سبيل الضمان. كان البيت وأثاث البيت وراء خط أحمر رسمه في لحظة وعي وصحوة ضمير، لم يعمد إلى بيع الأثاث وصرف ما قد يحصل عليه في القمار. مع ذلك فإن زوجته وأولاده لمسوا ذاك التبدل الكبير في سلوك رب الأسرة والقدوة، وإن كان يحاول جاهدا إبداء ثباته على النهج الذي كان يسير عليه. ذات صباح كان يوم أحد طرق باب السي عبسلام، فتح أحد أبنائه الباب، ظل ينظر إلى الرجل، لم يكن وجها يعرفه، قال: قل لأبيك إن الهاشمي ينتظره. دخل الولد بعد أن وارب الباب، مضى إلى والده وأبلغه بأن رجلا يدعى الهاشمي ينتظره في الباب. يومها لم يستطع أن يخفي انزعاجه، نهض من مكانه، تردد قبل أن يتجه إلى الباب. أهلا الهاشمي، كان يتكلف ضحكة حرص على أن تعبر عن ترحيبه بالرجل، ولكنه لم يوفق في ذلك حسب ما يبدو. نظر إليه الهاشمي، ظلت ملامحه بلا انشراح، ثم رد عليه: أنا أحتاج إلى مالي، أما ترحيبك فلا شأن لي به. لا ترفع صوتك، قالها وهو يلتفت إلى الداخل، فقد يسمعنا أحد. أنا لا أخشى أن يسمعنا أحد، لقد صبرت أكثر مما أحتمله، مضت 5 أشهر ولم ترد سنتيما واحدا، أمهلني إلى الغد. أطال الرجل النظر إليه، مسحه بنظرة من أعلى إلى أسفل، حوقل ثم انطلق بعد أن قال: سأنتظرك في المقهى. كانت المرة الأولى التي يلاحق فيها سي عبسلام في باب منزله، وقد اعتقد على مدى سنوات طويلة أن لا أحد سيحاصره داخل ذلك البيت. انصرف الرجل، ثم بعد أقل من ربع ساعة غادر البيت، توجه إلى المقهى، كان يحس بضيق شديد. كان أول من وقع عليه بصره الحبيب المسار، ذاك الذي أفتى له باليانصيب وما في حكمه. اقترب منه وبصوت خفيض قال له: إنك تستحق القتل. لماذا؟ ألا تعرف لماذا؟ بعدها لم يضف كلمة أخرى. في الحانة التي كان يختلف إليها كل يوم والتي لم يعد يقصدها إلا لماما، علم أن البرمان مات منذ بضعة أيام. كان البرمان لطيف كما يناديه قدام الزبائن يحتفظ في صندوقه بعدة شيكات سلمها له سي عبسلام لقاء كؤوس خمر احتساها أو احتساها أصدقاء له، ومنها شيكات دفعها له لقاء سلفات نقدية. فكر سي عبسلام في طريقة يسترد بها تلك الشيكات، لم يكن أمامه من سبيل إلا التسلل والوصول إلى صندوق الحانة. رأى أنه يستطيع أن يقوم بذلك فجر الغد، أن يدخل الحانة قبيل انصراف آخر الزبائن وأن يختبئ في الحمام. لقد قرر. فجر اليوم الموالي بينما كان يقفل باب منزله ليتوجه إلى تلك الحانة، صادف خروج جاره الحاج الصيداني الذي كان يهم بالذهاب إلى المسجد. بعد أن تبادل السلام سأله الحاج، ولم يكن ذاك من طبعه، سأله عما إذا كان يريد أن يذهب إلى المسجد. ارتبك سي عبسلام، تداركه الحاج: لما لا تحاول؟ عسى الله يفرج كربتك.
دمعت عيناه، وقد رآه جاره الحاج صيداني وهو يبكي. اقترب منه، وضع يده على كتفه، قال له: إنك رجل طيب، ابتلاك الله بالخمر، كنت ممن ابتلوا فاستتروا ثم انتقلت إلى القمار. كان يريد أن يسأله من أين له بكل تلك المعلومات، ولكنه سكت. في نهاية الأمر تلك هي الحقيقة. لما بلغ المسجد توضأ وذهب للصلاة. ذاك اليوم كان يتوقع أن يأتيه من يطالبه بماله. ذهب إلى المدرسة، وما أن بلغ القسم حتى بعث المدير في طلبه، حسب أن أحدهم جاء يبحث عنه في مكان عمله. لما دخل الإدارة أبلغه المدير بأن تعويضات قديمة عن الترقية قد صرفت له. استحضر كلمات الحاج الصيداني: عسى الله يفرج كربتك.